صباح الخير. هنعمل النهاردة فخارة اللحمة بالخضار، عبارة عن طاجن كده باللحمة والخضار. هنعرف النهاردة ازاي نعمل صنف سهل قوي ما بياخدش وقت ولا مجهود ولا تسوية ولا تقليب ولا اي حاجة خالص. ازاي كمان نطلع اللحمة تطلع من الفخارة دي انها تبقى مستوية جدا وتبقى دايبة خالص كده من غير ما تتلسع ولا تتحرق مننا في الفرن. ايه هي البهارات او هي التركات المفروض ان احنا نعملها عشان تطلع معانا الفخارة دي طعمها جميل وألذ من اللي بناكلها بره. انا اكلتها قبل كده كتير جدا بره، ولكن لما عملتها في البيت كانت احلى وألذ بكتير جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه هنتكلم عنها هي نوع اللحمه. ممكن تستخدموا لحمه ضاني او لحمه غنم. انا مستخدمه في الوصفه دي لحمه ضاني، مستخدمه الموز الضاني. ممكن كمان تستخدموا ريش ضاني، وكمان لو عندكم لحمه عجول يبقى ممكن تقطعوها بس لمكعبات صغيره علشان تستوي بسهوله. اول خضار انا هعمله هو البتنجان. هقطع البتنجان لمكعبات صغيره. البتنجان هخليه بالقشر بتاعه علشان احاول ان انا احافظ على شكله على قد ما اقدر، لان القشر ده بيخلي البتنجانات تمسك نفسها كده شويه. وهقطع برده كوسة. انا مستخدمه في الوصفه دي البتنجانات الكبيره اللي انتوا شفتوها دي، وحوالي 3 حبات من الكوسة هقطعها برده لمكعبات صغيره. الكوسة بتحمي معانا الطاجن من ان هو يتلسع. ومستخدمه اكبر طاجن اللي هو الطاجن الكبير دوت. هحط تحت بس معلقه من السمنه. انا متعوده دايما لما اجي اعمل اي طاجن لازم احط اي دهون، سمنه او زبده او اي حاجه. هحط الكوسة الاول. الكوسة دي هي البيز بتاعنا تحت، اللي هو يعني مهما حصل المفروض ان هي تمنع الطاجن ده من ان هو يتلسع او يلزق او اي حاجه، كمان هي فيها سوائل. وبعد كده حطيت عليها البتنجان. طبعا البتنجان انا بنقعه في ميه وملح بعد ما بقطعه دايما. وحطيت عليهم الطماطم اللي هي الشيري الصغيره دي، بتكون حلوه جدا في الوصفه دي. وكمان عندي كمان بطاطس برده صغننه كده، هحطها زي ما هي كده بالقشر. يعني بطاطس صغيره دي ما بنقشرهاش ولا حاجه، بتتحط كده وبتتاكل كمان بقشرها زي ما هي وبتبقى جميله جدا. حطيت عليهم راس كاملة من الثوم، يعني الفصوص زي ما هي برضو كده. ايه الوصفة دي سهلة، يعني تحطوا فيها كل حاجة زي ما هي. وبصل برضو نفس الكلام، البصل الصغنن دوت زي ما هو كده هحطه كده زي ما هو. حطيت عليهم رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح علشان الخضار يبقى عليه برضو شوية ملح قبل ما احط اللحم عليه. وبعد كده هحط عليهم من فوق اللحمة، وبرضو هحط على اللحمة رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. دلوقتي بقى هنجهز الصوص اللي هنحطه على اللحمه او الطاجن بتاعنا ده اللي هيديله نكهه حلوه جدا. هنحتاج كوبايه من الميه، ونحط عليها معلقه صغيره كده من الصلصه ومعجون الطماطم. هنحتاج كمان معجون الفلفل، ده اختياري. لو ما عندكوش معجون فلفل خلاص مفيش مشكله، ولكن هو بيدي نكهه حلوه قوي. انا حطها على شيش طاووق وحطها على معجنات وحطها على حاجات كتيره بتدي نكهه حلوه قوي. كمان هنحتاج بما يعادل معلقتين تقريبا كبار من دبس الرمان، وده برضو بيدي نكهة حلوة جدا وهو برضو اختياري. يعني الحاجات دي حاجات اختيارية، هي بتعزز النكهة وتخلي الطاجن ليه طعم مميز قوي. بديت لهم كده معلقة صغيرة من السمن. انا احب احط سمنة برضو من فوق بحيث انها تنزل على الخضار، ورشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح وبس كده. ما حطيتش اي نوع من انواع البهارات، هي النكهات الطبيعية دي بس هي اللي هتدي نكهة حلوة جدا للطاجن بتاعنا. ولكن لو حابين تزودوا مثلا ربع معلقه صغيره من بهارات مشكله او 7 بهارات، دي حاجه ترجع لكم. انا مش من محبي ان انا احط بهارات على لحمه، لان انا بحب احس بطعم اللحمه زي ما هي كده. بعد كده حطيت الصوص بتاعي دوت على اللحمه كده من فوق. السمنه كانت متكتله شويه، ولكن هي لما هتدخل الفرن هتفك كلها وهتنزل على الخضار، وده اللي انا عايزاه. بعد كده هغطي الطاجن ده. طبعا المفروض بنغطيه بالغطا بتاعه ونقفل بالعجينه علشان ما يدخلش اي هواء، ولكن انا هغطيه بورق فويل. وقبل ورق الفويل هحط ورق زبده كده اقفل الطاجن كويس. وهستخدم ورق فويل اللي هو هيفي ديوتي او اللي هو تقيل قوي يعني. ولو ما عندكوش اللي هو التقيل ده ممكن تستخدموا 2 أو 3 من اللي هو اللي عندكم لو حاسين ان هو بيتقطع بسهوله. طبعا ورقه الزبده علشان تمنع احتكاك او التصاق ورق الفويل بالاكل لفتره طويله، لان الطاجن ده هيقعد في الفرن تقريبا 2 ساعة. غطيتها بالغطا برضو احتياطي بما ان انا عندي الغطا عشان اتاكد ان هو يبقى مقفول كويس، ولكن الغطا مش اساسي خالص ما دام احنا قفلناه كويس يبقى تمام. ودخلته الفرن على اعلى درجه حراره، يعني 280 300 250 اعلى حاجه حطوه عليها. الشبكه نزلتها لتحت تبقى قريبه من الفرن من تحت، ولكن الطاجن ما بقاش ملتصق في الصاجه، يعني يبقى على الشبكه وشبكه تبقى نازله لتحت. وهسيبه لمده 2 ساعة، مش هفتح عليه نهائيا. كوبايه الميه اللي احنا حاطينها مع السوائل اللي هتنزل من الخضار مع السوائل اللي هتنزل من اللحمه هتخلي الخضار واللحمه يستوي كويس جدا من غير ما يتلسعوا من 2 ساعة ل2 ساعة و10 دقائق بالكتير.
دلوقتي هنجهز العجينة قبل ما الطاجن ده ما يطلع من الفرن تقريبا بتلت ساعة. كوباية من الدقيق وعليها نص معلقة صغيرة من الملح وهقلبتهم مع بعض، وهعمل حفرة كده في النص وهعجن بمية بس مش اكتر من كده. ممكن كمان تزودوا معلقتين او 3 معالق من زيت الزيتون لو حابين، يعني انا ساعات بحط زيت زيتون وساعات بعجنها كده زي ما هي. يعني احتجت تقريبا تلت كوباية من المية للكوباية دي، بس انتوا زودوا المية حبة حبة علشان الدقيق بتاعكم اكيد مختلف عن بتاعي. عجنتها لحد لما بقى شكلها كده طري خالص زي ما انتوا شايفين، وده ملمسها. وهسيبها بس ترتاح لحد لما اطلع الطاجن من الفرن، يعني مش هتاخد وقت، يعني 10 دقايق ربع ساعه ترتاح بس. هوريكم بقى الطاجن بعد ما طلع من الفرن عامل ازاي. طبعا هو بيبقى سخن مولع نار، احنا بنطلعه وبنغطيه بعجينه علشان بس التقديم. انتوا ممكن تكتفوا لحد هنا خلاص بالخطوه دي، والطاجن زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، يعني اللحمه مش مسلوقه، اللحمه متحمره، ودي اهم حاجه عندي ان اللحمه تبقى مستويه ومهريه كده خالص، يعني زي ما بنقول عليها زبده كده، وتبقى محمره من فوق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ واضح جدا انها متحمره ومستويه، دي اهم حاجه عندي. انا ما بحبش اللحمه مسلوقه، انا بحب اللحمه تبقى واخده تحميره. شايفين كمان من تحت في الدهون اللي تحت دي، معناها انه الطاجن ما اتلسعش ولا في اي حاجه غلط حصلت فيه. هنفرد بقى العجينه بتاعتنا، عايزين نفردها رق رفيع يعني في حدود كده 2-3 ملي، ونغطي بيها الطاجن. خدوا بالكم ان انتوا وانتوا بتغطوا الطاجن، الطاجن سخن فالعجينه هتلزق على طول، فعلى طول تحطوها صح من اول مره. حطيتيها غلط جيتي تعدليها هتروح لازقه في الطاجن وتبوظ منك، هتضطري تعملي واحده تانية. فناخد بالنا ان احنا نحطها على طول من اول مره، هي هتبوظ راح تلزق عليه كده زي ما انتوا شايفين لان هو سخن. دهنتها بقى من فوق ببيضه كده مضروبه، وهديها رشه من حبه البركه او السمسم. وبعد كده هندخل الطاجن الفرن تاني، نولع بس الشوايه من فوق، مجرد ان العجينه دي تاخد لون احمر كده وتحمر وتبقى جاهزه معانا. شايفين شكله عامل ازاي؟ انتوا بس تقطعوا العجينه كده وتطلعوا اللحمه بيبقى شكلها حلو، يعني طريقه التقديم بس مش اكتر من كده. انا عايزه اوريكم اللحمه قد ايه مستويه، دي اهم حاجه عندي، ان اللحمه تكون مستويه وتكون يعني مهريه خالص كده ومتحمره من فوق، وفي نفس الوقت الطاجن ما يكونش ملسوع. طبعا الكوسه اللي تحت دي انسوها تماما، دي اكيد بتبقى يعني اتهرت او بتبقى استوت زياده. البطاطس بتفضل زي ما هي، عشان كده انا بحب احط البطاطس الصغيره دي، بتبقى جميله جدا، حافظ على شكلها وما بتتهريش ولا بتتفعز ولا اي حاجه خالص. قد ايه اللحمه جميله، وقد ايه كمان كان طعمها مميز جدا. الدبس اللي حطيناه مع معجون الطماطم مع معجون الفلفل، الحاجات دي كلها ادت نكهه جميله جدا للحمه، وفي نفس الوقت حافظنا على طعم اللحمه وحافظنا على مذاق اللحمه. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.